مساءكم يا اخوتي، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد، وتحيه لجميع الناس اللي متبعينا لا في تيك توك ولا في فيسبوك ولا في يوتيوب. ما تنساوش القناه ديالنا خليل بلوغ، كلمه واحده الملاصقه، كلمه واحده ما تكون في الفاقه، ماشي خليل بلوغ، خليل بلوغ كلمه واحده. وركوا على الجرس، ابوناو وركوا على الجرس باش يجيكم دائما المزيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو هذا للناس اللي عندهم فكره خاطئه على الجاليه المغربيه اللي كتعيش في الخارج. هاد الناس هذو كيعموا، لان شبعوا فينا سبان حنايا على قبل القهوه. شبعوا فينا سبان سيدي، لان انا مشيت لواحد الريستورون لبنانيه، هذاك الريستورون كدير واحد الثمن للتاكسيات، كيجيو الناس ياخذوا، اما كتاكل سير بلاص ولا كدير معاك، كيديروا حتى مال الطاكسيات الثمن ديال واحد شي 14 ولا 15 اورو واقيلا، جوج ديال الساندويشات وكانيطه وقهوه، جوج ساندويشات اللي بغيتي، كبده لحم فلافل وبواسون، كانيطه اللي بغيتي، كانيطه اللي بغيتي وقهوه. واحد السيد قال لك طالق على السلوبيه، قال لك جوج ساندويشات ب 14 اورو جامي دلا في. المهم ماشي مشكل، انت ما فاهمش اش غادي نقول لك، انت الا ما فاهمش وانا فهمتك وما بغيتيش تفهم، اذا انت راه ما قالوها لك، راه قال راهم هادو اللي كيسمعوا راه جاوبوك، اذا انت شنو ايوا صافي، راه حتى جاوبتي واقيلا راسك بلا ما نقول انا، بلا ما نطق، راك فهمتي الفيلم. سير انت سول تما، سير سول عليها شايفك. والاخوان اللي باركين علينا، الجاليه المغربيه، لان الجوع والنوع وكل شيء، كاين واحد خيتي قالت لي وانت ما كتمرنش، واحد قال لي والله الا وجهك قاصح، الاخر والله العظيم اذا سميتو عليه مضيع علينا الوقت باش نشوفوا هذا الشيء هذا. اخويا ولا ديك شوف الفيديو اخويا، اش كتخربقوا، والله العظيم كتخربقوا. عباد الله، واش انا مشيت للريستورون خلصت فلوسي؟ واش انا مشيت سرقت؟ واش انا كناكل الحرام؟ انا مشيت خلصت الموني ديالي، ما بغيتش نشرب قهوه في الليل وغادي نرجع عنده عاوتاني. عباد الله يا اخوان، راه هذه فرنسا، هذه راه اوروبا، راه ما فيها حتى شي مشكل. واش مشيتي طلبتي شي حاجه اللي غادي تغشون فيها؟ مشيتي طلبتي حقك؟ ماشي ما فيها حتى شي عيب، السلام عليكم مش حقك. وكون قال لي لا ما نعطيكش، كون مشيت في حالتي، واش انا عيط لي على البوليس يعطيني قهوه؟ يا اخوان، راه خصكم تفهموا ليسونس ديال الحاجه، ماشي تبقاو تحكموا عليا. وانتم ما كتعرفونيش، ما كتعرفونيش كتحكموا عليا. كاين اللي كيقول ما كلام مخيب وداك الشيء، مشكلة عندكم، والله العظيم مشكلة عندكم. راه هاد الناس، انا كنتكلم مع الناس هادو اللي كيقولوا هاد الكلام هذا، راه عندكم واحد العقدة، العقدة ديالكم. شوفوا انتم هذيك العقدة ديالكم اللي ضراكم، واش غادي ندير لكم انا؟ راه ماشي انا اللي غادي نداويكم يا اخوان، راه خصكم تداووا عبري وسطكم، غتكونوا غتخدموا عند معكم، راكم غتداووا، تفهموا تقولوا هاد السيد هذا راه عايش اوروبا، اوروبا راه كيعيش واحد سيستم، فهمتوا؟ راه ماشي بحالنا حنا، ما فيها حتى شي عيب، ومشى على حقه، راه خلص فلوسو. راه قالت واحد الاخت، قالت كلمه طيبه، قالت لي شنو انت مشيتي، انت مشيتي سرقتي ولا مشيتي؟ قلت لها القهوه ديالي الا خلصت هذيك النهار، اشنو واش غدوز على كاع الشهر وكاع يكون تيعرفكم؟ مثلا تكون شي ريستورون كاع تيعرفك، مولف حتى كتجي عنده مثلا شي حاجه ودوز تهضر لي سوب اخويا، انا غادي ترجع وناخذ القهوه ديالي، اشنو هو المشكل؟ انت واش عليا حنا زعما اش بغيتو تقولوا؟ زعما بتقولوا انا مشيت بروفيتيت فيه يعني على قهوه بان اورو؟ ما ولا انا ورقع 50، اش شحال غادي تكون هاد القهوه؟ يا ودي نعلو الشيطان، الله يهديكم. قهوه راه موجوده، القهوه تاعك تحسبون حنايا غنمشيو تمايا باش نتكاولي على قهوه. ها القهوه، هاي القهوه، القهوه هي مالي دوز كاع داكشي اللي بغيتي. هذه الكبيره، هذه المويان، وهي الصغيره اكسبريسو صغيره، واكسبريسو صغيره ديال بالانواع، وعطى الله الخير. واش حنايا كنمشيو عباد الله نعلو الشيطان؟ علاش راه كنديروها باش نضحكوا معاكم ونتسطاو معاكم ونتفلاو معاكم وصافي، ونقولوا لكم ها السيستم كيفاش كيتمشى برا وكل شيء، وانتم كتحكموا على الانسان هكايا. حشومه عليكم، حنا ما تبغوش تسبوكم، حنا ماشي هنايا، حنا ديال السبان وهذاك الشيء، واش هنايا؟ سمعوا لينا، ربي يطول ما عليكم، الله يعاونكم.